السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل رز باللبن. يلا نبدأ الفيديو ونشوف. اول حاجة هنحضرها، هنجيب حلة ونحطها على النار ونحط فيها كوباية رز. بعد كده حطيت كوبايتين مية، هنقلبهم ونسيبهم على النار لحد لما يغلوا. بعد كده هنغطيهم ونسيبهم على نار هادية لحد لما الرز يستوي خالص. تاني حاجة هبتدي احضرها الخليط اللي انا هحطه على الرز. جبت لتر لبن، حطيته في بولة كبيرة. بعد كده حطيت كوباية سكر، بعدين حطيت 3 معالق نشا كبار، بعد كده حطيت 2 معلقة كريم شانتيه محلى، او ممكن نحط باكت من الصغير، وهنقلبهم كويس مع بعض لحد لما تدوب المكونات كلها مع بعض. اول ما ابتدى يغلى معايا الرز هغطيه واسيبه على النار لحد لما يستوي على نار هادية خالص. بعد ما الرز ما استوى هنزل عليه بالخليط اللي انا جهزته، وهسيبه على نار هادية مع التقليب من وقت للتاني لحد لما يتقل وياخد القوام اللي احنا عايزينه. هو بدأ يتقل مع التقليب، معنا الرز تقل واخد القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده اخدته وفضيته في البولات، عمل معايا حوالي 6 بولات. بعد كده هنسيبه يبرد وندخله التلاجة، وقبل التقديم هنزينه بأي حاجة، جوز هند وزبيب أو فستق، أي نوع مكسرات موجود عندنا. بعد ما طلعته من التلاجة حطيت عليه زبيب، وده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. متنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. يا رب الفيديو يعجبكم.